لا سيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق مدينة الرمادي في رمضان. الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا فاقمتا معاناة الأهالي المتعبين أصلاً. يقول الأهالي هنا في أحد أسواق الرمادي إن تواطؤ التجار مع السياسيين رفع أسعار المنتجات الغذائية لمستويات عالية. التجار هي صعد المواد، التجار منين؟ من السياسيين للحكومة. لا حد يقول لصاحب المحل هو اللي صعد المواد الغذائية. شنو السبب اللي يصعد الدهن، الزيت، التمن، الشكر؟ ليش يصعد الشاي؟ ليش يصعد المواد؟ موجود كل شيء بالمخازن، موجود كل شيء عند الحكومة. احنا نريد هذا الشهر الفضيل المواد تنزيل، لان كلها غالية بن عمي، المواد كلها غالية. ثق برسول الآن لحد الآن ما مسوق شيء، ما شهر رمضان ما عندي يا بن عمي، وما عنده مو عيب، أنا غير ساعد الدولة، أنا كمواطن ما عندي. تخلي الدولة عن دعم الطبقات الفقيرة أثر بشكل كبير على تلك الشريحة، وسط تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية التي كانت يوما ما عونا للعائلات العراقية. قالت الدولة يعني بنت المواطن بطل زيت واحد، شنو بطل زيت المواطن واحد وين يخليه؟ من جانبهم يشير التجار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود بشكل أساسي إلى منع الاستيراد وخفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. سبب صعود الأسعار يعود أولاً إلى ارتفاع الدولار، هاي بالدرجة الأولى. ثانياً منع استيراد المواد، يعني حينما الدولة تمنع استيراد المواد ولا يوجد البديل في محافظتنا أو في عراقنا، هذا يسبب إرباك. ويبقى حل مشكلة ارتفاع الأسعار في العراق مربوطاً بالسياسات الحكومية التي فشلت بمكافحة الفساد أو وضع تصور واضح لمواجهة الأزمة الاقتصادية مع تفشي وباء كورونا، إضافة إلى انهيار أسعار النفط وقرارها لاحقاً خفض قيمة الدينار الذي يقود البلاد لمزيد من الانهيار.